لقد بدأنا هذا التحضير مباشرة بعد المباراة الأولى التي أجريناها، وأعطينا للاعبين فرصة للاستراحة، وكان هنالك فرق فقط ليومين حتى نخوض ما يسمى بهذه المباراة الثانية. إذن لا عملنا بشأن الذهنيات للاعبين حتى يستفيدوا من هذا اليومين لاسترجاع قواهم، ونستطيع أن نقول أننا مستعدين بدنيا ومعنويا بالنسبة لهذه المباراة مع ضد الجزائر. إذن سؤال لقبطان الفريق، كيف أعددتم أنفسكم بالنسبة للمباريات اليوم الغد؟ نعم، إذن بعد المباراة الأولى لقد استرجعنا قوانا وحضرنا أنفسنا لهذه المباراة ضد الجزائر، وهي تختلف تماما عني المباراة الأولى. إذن قد حضرنا أنفسنا ذهنيا وبدنيا. شكرا جزيلا. أحيل الكلمة إلى زملائي حتى يطرحوا أسئلتهم. نعم، لكم الكلمة سيدي. صباح الخير كوش التلفزيون للكاف أو التابع للكاف. إذا كنت وددت أن أرى وجوني في الملعب ويبدو أنه مصاب، هل بإمكانكم أن تقدموا لنا بعض التوضيحات بشأن هذه المصابات قبل مباراة يوم الغد؟ ودمغن أصيب ب كان مصابا، واليوم سيقوم بهذا الفحص عن طريق الرنان المغناطيسي، ورجله انتفخت نوعا ما، ولكن لا يستطيع أن يلعب في هذه المباراة لأنه يعاني من هذه الإصابة. ولا ندري ما هو الوضع الخاص بركبته، ولكن نحن ندرك ونعرف أنه عانى خلال المباراة الأولى ولن يشارك في المباراة الثانية. أما اللاعبين الآخرين فهم في وضعية بدنية جيدة وهم باستعداد في أن يلعبوا هذه المباراة الثانية، ولن تكون لدينا إصابات إلى حد الآن. إذن أرى أن هنالك يد مرفوعة على في الخلف. السلام عليكم كوتش، غدا ستلعبون ضد البلد المضيف وهو البلد المنظم لهذه الدورة، وهذا المباراة تتم على شباك مقفلة ومغلقة. إذن كيف ستواجهون هذا الفريق؟ هل أعددتم أنفسكم بصفة جيدة لمواجهة هذا الفريق الجزائري؟ نعم، كما أشرتم إليه لقد تطرقتم إلى كل الجوانب وهي بمثابة تحديات نحن نواجهها. نحن سوف نلعب ضد البلد المضيف وضد الفريق المضيف، وهي فريق يلعب جيدا وأمام جماهير كثيفة ويلعبون في بلدهم وفي ملعبهم. إذن كل هذه كل الأمور تسير نحو الفريق الجزائري وتعمل للفريق الجزائري. إذن ما يهمنا هو كيفية الاسترجاع قوانا ما بين المباريتين، وبالتالي فإنهم لعبوا قبلنا وبالتالي فقد استفادوا من يوم إضافي للاسترجاع القواهم، وإذا كل الجوانب صعبة بالنسبة لنا. نحن نلعب من أجل التأهيل، وإن نتأهل إلى الدور المقبل إذا سنلعب برغم من كل هذه الجوانب السلبية، ولكن سنحاول أن نبدي ما بوسعنا القيام به، وسنحاول أن
أن نقلل هذه الظروف السيئة بالنسبة لنا وأن نقلل من حدود الجزائر، ونحن مستعدين لأن نلعب ضد الجزائر بكل ثقة وبكل أمان. إذن نعم هنالك سينتيا. إذن الكوش تواجهون البرد المضيف، هل هو أمر غريب بالنسبة لكم خلال في الكاميرون أمام الكاميرون؟ لقد لم تكلل جهودكم بالنجاح، ولكن هل تستطيعون أن تواجهوا الجزائر يوم غد بهذه الظروف التي تعيشونها وهذه الإصابات؟ نعم السيناريو نفس السيناريو الذي لعبناه مع أقمنا به وتجاه الكاميرون، لقد لعبنا المباراة الأولى ضد بلد قوي والمباراة الثانية ضد البلد المضيف، إذن سنصور كل هذه الأمور وبالتالي سيكون لدينا الفرصة بأن نقوم بهات المباريات ونلعب هذه المباريات، ولكن هناك مباريات مختلفة مع الكاميرون، وعندما لعبنا مع الكاميرون لعبنا بصورة مباشرة وكانت لدينا تكتيكات مباشرة وأمام وكان لدينا لاعبين ليس لهم خبرة كبيرة مقارنة مع اللاعبين للدول الأخرى، ولكن بالنسبة للشان عشان إذن كل اللاعبين هم لاعبين محليين، لهذا السبب فإننا نريد أن نقدم لهؤلاء الشباب وهؤلاء اللاعبين المحليين هذه التجربة. البعض منهم قد شاركوا في الكان السابقة، ولكن فإنهم ليسوا أطراف فاعلة في هذا الفريق، إذن علينا أن نرى مثل هؤلاء اللاعبين يلعبون في هذه الفرق، وهي فرصة كبيرة بالنسبة لنا بأن نلعب مع هذه الفرق أمام جماهير كبيرة. نعم هل من سؤال آخر؟ تقول الميسرة نعم. إذن أذكركم كذلك أنكم بإمكانكم أن تطرحوا أسئلتكم إلى قبطان الفريق أيضا. صباح الخير. سؤالي بالنسبة للمباراة الأولى، رأينا فريق إثيوبيا تنقص هذه الفعالية والواقعية، إذن ما هي الحلول لإثيوبيا لكي تحاول أن تقوم بالتهديف وتسجل أهداف أمام فريق الجزائر؟ هذا سؤال بالنسبة لي ككوش. نعم لا بالنسبة لقبطان الفريق، أعتقد أن علينا أن نخلق هذه الفرص مثل ما قمنا به في المباراة الأولى، أما الباقي فالأمور مختلفة تماما، فإن كرة القدم هي الفرص للتعلم وعلينا أن نخلق هذه الفرص وعلينا أن نتعلم أكثر فأكثر، إذن سيكون هنالك تتميمة وندرك أننا تعلمنا من المباراة الأولى. شكرا جزيلا كوش، شكرا محمد، وحظ سعيد بالنسبة لكم في المباراة المقبلة. شكرا.